بمناسبة القانون بقى، مجلس القضاء الأعلى الحقيقة أصدر قرار بيحظر نشر أخبار القضاة والمستشارين وأعضاء النيابة العامة. أي أخبار تتعلق بشؤون القضاء والقضاة على كافة المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي أيا كانت طبيعتها أو القائمين عليها. والمجلس أكد في بيانه أو في قراره أن مخالفة الحظر سيترتب عليها توقيع الجزاءات التأديبية الواردة في قانون السلطة القضائية أو اختار جهات التحقيق إذا لزم الأمر. معايا مسؤول الملف القضائي بالمصري اليوم الأستاذ محمد السنهوري. أنا أستاذ محمد مساء الخير أولا. مساء النور يا أستاذ مفتد، أهلا بيك. أنا الحقيقة يعني كراجل إعلامي بهتم بمسألة يعني متابعة الأخبار وتطورات الأخبار وتحليل الأخبار وما وراء الأخبار، مش قادر أفهم مبررات هذا القرار. مبررات القرار وفقا للقضاء ان هم عايزين يمنعوا اي تعرض لشؤون القضاء. شؤون القضاء هنا احنا بنتكلم عن رواتب القضاء بشكل اساسي. القضاء مستائين جدا من التعرض المتكرر لرواتبهم في وسائل الاعلام. القضاء بيتضرروا من التعليق على الاحكام. القضاء كانوا الفتره اللي فاتت عندهم حاله من الغضب بسبب القاء اللوم عليهم بشكل كامل في تاخر الحكم في القضايا وعدم انجاز عدد كبير منها. فدي المبررات اللي القضاء بيسوقوها للقرار ده. يعني هم مستائين من تناول وسائل الاعلام لاخبارهم وبيعتبروا ان التناول بيخرج عن اطار المهنيه مثلا. بالظبط، وده المعنى ده تحديدا كان اكده في حوار ليا للمصري اليوم المستشار محمد عبد المحسن منصور رئيس نادي القضاء. كان اعتبر ان القضاء بيتعرضوا لحمله ممنهجه، واتكلم عن بشكل اساسي على التعرض لرواتب القضاء، بل وطالب البرلمان بسن تشريع يمنع التعرض لشؤون القضاء. حمله ممنهجه من اي جهه؟ والله في سألته السؤال ده في الحوار كانت إجابته إن الجميع يعلم هذه الجهات، وإن احنا مش عايزين ندخل في خصومة معاهم، إن احنا بنترفع عن الدخول في خصومة. لكن هو في المجمل بيرى، ومش هو لوحده في الحقيقة، عدد كبير من القضاة بحكم تواصلي المستمر معاهم شايفين إن في حملة ممنهجة بيتعرض ليها القضاء. طب الأخبار يا محمد المتعلقة بال تحقيقات النيابة العامة وبالأحداث اللي بتحصل وبالأحكام اللي بتحصل، هل دي خلاص هتبقى خط أحمر بالنسبة لوسائل الإعلام ولا هتتغطى بشكل عادي؟ البيان ما وضحش ده، لكن أنا أقدر أجزم إن الموضوع مش متعلق بتحقيقات النيابة وبالقضايا. الموضوع متعلق بشكل أساسي بالقضاء وشؤونهم الخاصة. الفترة اللي فاتت كان كتير جدا بنشوف أخبار عن مكافآت القضاء ورواتبهم وحديث متكرر عليها، تعليق على الأحكام. أنا شايف إن القرار متعلق بالموضوع ده. ده بما إن حضرتك سألتني عن المبررات، لكن أنا نفس علامات الاستفهام اللي موجودة عند حضرتك هي موجودة عندي، وده اللي بحاول أتواصل دلوقتي عشان خاطر أحاول أفهمه. على أي أساس استند مجلس القضاء الأعلى في قرار حظر النشر؟ طول عمرنا نفهم ان قرار حظر النشر يكون متعلق بتحقيقات في قضيه معينه. لكن حظر نشر في مجمله كده وبهذه العبارات الفضفاضه فهي لحد دلوقتي غير مفهومه. طب لو فهمت اي حاجه يا ريت انك انت تتواصل معانا عشان نفهم برضو احنا كمان. شكرا للصحفي الكاتب الصحفي الاستاذ محمد سنهوري من جريده المصري اليوم. معايا مكالمه اخرى وهو المستشار عبد الستار امام رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق. سيادة المستشار مساء الخير، اهلا وسهلا. اهلا فندم، مساء النور. اهلا وسهلا، هل لديك تفسير للقرار اللي احنا قاعدين بنناقشه دلوقتي؟ بالنسبة للقرار الصادر من مجلس القضاء الاعلى. ايوه، ده اللي قصده حضرتك. هو طبعا لاحظنا في الفترة الأخيرة ان بعض وسائل الإعلام بل وبعض رجال القضاء وغيرهم بيستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي في نشر امور تتعلق بالقضاء وبالأحكام الصادرة من المحاكم وأمور تتعلق بالعمل السياسي، والبعض من رجال القضاء بيتولى الرد على ما نشر وإبداء آراء أخرى.
بيترتب على كده الإخلال طبعا بهيبة القضاء واحترامه والثقة فيه، ومحصور كمان من الناحية القانونية، محصور قانونا على القضاء بالاشتغال السياسي أو الحزبي أو بداء الآراء السياسية. كان ضروري بقى أن مجلس القضاء الأعلى وهو المختص بسائر شؤون القضاء والقضاء طبقا لقانون السلطة القضائية أن يتصدى لهذه الظاهرة الخاصة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي حتى من رجال القضاء ومن رجال بعض يعني وسائل وفي الوسائل الإعلام وآخرين، يعني يتصدى إيه الهدف؟ يعني تقول سنة مجلس القضاء الأعلى إن هو مختص بسائر شؤون القضاء والقضاء، مهمة المجلس إنه يعزز الثقة في القضاء وفي حيادته واستقلاله ويدعم هيبته. طب هذا البيان بيحقق إيه؟ البيان بيحقق هذه الأهداف عشان يبقى القضاء بعيد عن يعني المهاترات في مسألة الحديث في الأحكام وتجريح بعض القضاء والقضاء يتكلموا على قضاء ما ينفعش. فكان لابد أن مجلس القضاء يحافظ على القيم والتقاليد. بس اللي أنا فاهمه إن المسألة الأساسية على الأقل من الأستاذ السنهوري الصحفي في المصري اليوم متعلقة بمكافآت أو رواتب القضاء، هل هو ده يعني بيت القصيد ولا لا. في أمور أخرى؟ بالتأكيد لا. ليه؟ يعني لا، ده في وسائل التواصل الاجتماعي بتتعلق بأمور كثيرة، أحكام وكل واحد يقول رأيه في الحكم رغم أن التعليق على الأحكام محظور قانونا، فيه بقى الطعن على الأحكام ومن الجهات المختصة والكلام ده، لكن هذه الظاهرة بتهدد الثقة في القضاء. يعني أنا عاوز أقول كمان أن حتى الكلام ده متعلق بالقضاء نفسهم، لابد نحافظ على تقاليدنا وعرفنا، ومن كان يعني نطقه حكما فليكن كلامه بقدر. يعني ما يصحش أبدا النهاردة انه وسائل التواصل الاجتماعي يكون مجرد انه قضاه بيتكلموا قضاه يرد غيرهم، او ناس تانيين من وسائل الاعلام صحفيين او غيرهم يتكلموا وناس ترد عليهم. بس سيادة المستشار هتحكم الموضوع ده ازاي اذا كان وسائل التواصل الاجتماعي دي موجوده خارج حدود الوطن؟ ما في عندك ملايين مثلا من المصريين عايشين بره هيقولوا رايهم في حكم او شيء من هذا القبيل، هل ده هيبقى نهايه العالم؟ ما هو هيتكلموا ومش هتقدر تطبق عليهم اي قرار. طب تسمح لي نفرق بين حاجتين، إذا قلنا التعليق وما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي من القضاء فيبقى هنا بيعتبر إذا كان ده بيسيء للقضاء وبيقلل من هيبة القضاء، يبقى مؤاخذة رجل القضاء إحالة للتحقيق ويتم التنبيه عليه وفيه جزاءات بتوقع عليه ويحل التحقيق أيضا، مجلس القضاء يستطيع أن يحله ويحقق معاه. لكن إذا كان من الآخرين من أشخاص آخرين إذا كان بيشكل جريمة فيتم إبلاغ النائب العام، إذا كان بيشكل سب لرجال القضاء أو إهانة لرجال القضاء أو الإخلال بمقام القضاء في الحالة دي بيشكل جريمة وبالتالي يتخذ ضده الإجراءات القانونية. تمام. على كل حال يعني الموضوع واضح أنه هيبقى فيه يعني جدل ما بين ناس بتسأل ما بين مؤيد ومعارض 100%. احنا هنتابع هذا الموضوع، بس انا بشكر حضرتك على كل هذه الايضاحات.